مشاهدينا الكرام متتبعي قناة جيل دي زاد، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم دي زاد مود، البرنامج اللي طلع لكم طيلة أيام الأسبوع بفقرات متنوعة ثقافية ترفيهية وأيضا ألغاز. مشاهدينا من دون إطالة يلا تبعوا معنا. مرحبا بك معنا. مرحبا تايشي. لا يسلمك. سؤالنا يقول شكون هو الشخص في حياتك اللي تتمنى يكون عرفته من قبل فترة من قبل؟ مامي عمي صاحبتي يبارك لك. ميرا ربي يدوم عشرتكم. ميرسي تايشي. اي صافي بليزير لي مازال كاين صداقه يعني كيما هكا في وقتنا الحالي. وي جو سو مون سي رار باش تلقاي اميتي زعما لي فري تكون دير فيها كونفيونس اي تو صاحبتك زعما هكا فري. مين تقدري تقولي لنا يعني شنو هو السر تاعكم اللي خلى صداقتكم تكون هكا يعني هاد الدرجه كنا مرتبطين بعدا؟ باسكو جو سي نحسها اختي زعما انا كنكم مستحقتها نلقاها كنتكم مستحقتني تلقاني. جو ما تنحي من عندها وتمدلي نحي من عندي ونمدلها، جو حاجه ما نعزها عليها وحاجه ما تعزها عليا. يعني طحتوا في مواقف من كل وحده وقفت معايا. سي سيغ لقيتها ولقاتني. الله يبارك. صافي بليزير وربي يدوم عشرتكم ان شاء الله. ان شاء الله. عرفتوا في فتره شويه من قبل. شخص في حياتي زوجة تاعي. لا يبارك ربي يحفظها. دونك هي الشخص اللي تمنى وكان عرفتها يعني في فترة من قبل. أنا إن شاء الله يا ربي وربي يدوم عشرتكم إن شاء الله. مرحبا بك معنا. بيك يسلمك. الله يحفظك. الله يسلمك. قلنا شكون هو الشخص في حياتك اللي تمنى وكان عرفته فترة شيء من قبل تلمو شخص عزيز عليك؟ شخص في حياتي تمنى وكان أكون عرفته من قبل اسماعيل. عندي صاحبي اسمه اسماعيل، اسمه صاحبي الانتيم. اسماعيل هو صديق تاعك؟ اي صاحبي الانتيم وخويا. مشي تما وصل لهم بوان تاع خويا مشي صاحبي. تما تمنيت كون عرفتهم ملي كنت صغير، تمنيت كون زاد معايا مشي كان عرفتهم ملي كنت صغير. الله يبارك ما شاء الله وربي يدوم الصداقه تاعكم. وصافي بليزير فوقتنا اللي عندنا صداقه مازال سا اكزيست صداقه. واه صافي ان غران بليزير باسكو علاه هو رجله وكابابل وتما لقيتو في بزاف صوالح. باش وصلت قلت له خويا ما وزيد رانا في وقت صعيب تما تخافي من صاحبي يدخلوا ديار بعضهم وما يرحموش بعضهم. صح. شنو هي الحاجه اللي يعني لو سيكري اللي خلات الصداقه تاعكم تكون لهالدرجه؟ والله بزاف حوايج ماشي حاجه واحده. مواقف بزاف بزاف بزاف. وقفنا مع بعضنا تما دروك كان ضروا حاجه ولا ضرني حاجه الوحيد اللي راح يشكي له هو انا نشكيو لبعضنا تما نفرغوا من بعضنا نحكيو لي سيكري تاع الدار كل شيء. تما نتمنى هو كان عرفته قبل وربي يخليه لي وكان يشوف فيا وغادي تشوفني ان شاء الله. ربي يخليك ليا وربي يطول في عمرك وربي يدوم محبتنا ان شاء الله. هذا ما كان امين. وهنا نوجه له تحيه وصافي بليزير اللي مازال كاين صداقه كيما هكا في وقتنا الحالي. مرحبا بك معنا. الله يسلمك تعيش. الله يسلمك. سؤالنا يقول شكون هو الشخص في حياتك اللي تتمنى وكان عرفته فتره من قبل يعني شخص عزيز عليك؟ خويا. ما شاء الله ربي يدوم عشرتكم. تما نشوف انه الرابطه الاخويه بيناتكم يعني قويه. بيان سور انا عندي خويا هذا تاع بروسه فريمون ماشي غير خويا بابا خويا كلش ما شاء الله. عندي خويا عندي خوتي واحد اخرين بصح مش كيما هذا. الله يبارك. بصح قلنا واش هي النصيحه اللي ربما تعطيها للناس نشوفوا دوك الرابطه الاخويه نقصت في وقتنا الحالي؟ صح كاينه منها. شنو هي النصيحه اللي تعطيها لهم يعني باش تقعد هذيك؟ ايه نورمالمون حوايج كيما هادو نورمالمون يحلوا القلوب نورمالمون خو صاحب. حنا بكري كيفاش كنا حنايا؟ حنا بكري يما اختي خويا جاري كل واحد في بلاصتو. صح. دوكا ما بقاش دوكا يحوشوا غير على الدراهم يا اختي. فهمتي ما بقاش هذا يحكم هذا خوه ما يرحموش اخته ما يرحمهاش مرته ما يرحمهاش. اقرب الناس اللي يعني فريمون يعني تكذبي صاحبه يخدعو. شخص عليا ما كانش كيما بنتي ربي عندي غير بنت. كان عندي ولد وراح لي وقعت لي البنت دابا هي هذيك هي حياتي. يقولوا البنت يعني هي مو العين تاع البات هذه هي القريبه. مادابيا لو كان زعماك جات بكري خليها الله. ننتقلوا دوك الفقرة الثانية من البرنامج واللي هي سؤال ثقافي. سؤال يقول ما هي عاصمة السويد؟ السويد أتون ربي بالعربي أنا عارفها
سويد على بالنا انه ني بلد يقع في شمال اوروبا. احكي لي سؤال ثقافي، قل ما هي عاصمة سويد؟ سويد على بالنا انها بلد اوروبي. عاصمة السويد، عاصمة السويد كاش اتصال بصديق ولا عاصمة السويد ما عرفتوش. معليش، الإجابة هي ستوكهولم، هي أكبر مدينة في يعني في السويد. هكا معلومة جديدة تولي تعرفها. صافي بليز، يعطيك الصحة خويا. في سؤال يقول ما هي عاصمة السويد؟ السويد هي الأسويد. عاصمتها هي السويد. شنو هي العاصمة، المدينة، أكبر مدينة في السويد؟ ماشي أمستردام، ستوكهولم اللي هي أكبر. ستوكهولم اللي هي أكبر مدينة في السويد من حيث الاقتصاد، من حيث المساحة. يعني أغلب الحكومات يقعون تما في ستوكهولم. يعطيك الصحة. مش هنقول لك ما السويد نوما مو النمسا. لا السويد مدينة، أكبر مدينة في ما نعرف، تماك حبست. سؤال يقول ما هي عاصمة السويد؟ ستوكهولم. يعطيك صح، الإجابة واجدة بياسية، واللي هي أكبر مدينة في السويد ومعروفة بالاقتصاد تاعها. بياسية. يعطيك صح أخويا. لغزي يقول الشيء كلما زاد قل ما تراه. وش ماذا؟ أنت كل ما يزيد تنقص رؤيتها. الباب حاجة كل ما تزيد تنقص رؤيتها. دراهم. حاجة وقتاش تنقص رؤيتها؟ أنا في الصباح، في الليل. في الليل مش معناتها علاش؟ الضوء. لا ظلمة. ظلمة. تنقص لمتانو. يعطيك صحة مدموزال، الإجابة تاعك. مرسي بوكو. مرسي ديشة. كلما يزيد قلنا ما ترى. كلما يزيد تنقص رؤيتها. أوكي. شيء كلما يزيد انت وقتش تنقص رؤيتها؟ يعني وقتش كلما يزيد تنقص الظلمة. الظلمة. الظلام اوتوماتيكمون كل ما يزيد تنقص تولي ما تشوفش. هكا اسمه كل ما يزيد كل ما احنا ما نشوفوش. ما نزيدوش كاع نشوفو. ينقص ينقص الرؤيه. تعرفوا الضوء. الظلمه. الظلمه اللي هي كل ما تزيد كل ما تنقص. ايوا ما الضوء كل ما يزيد كل ما يعمل بصر تولي كاع ما تشوفيش. دين كل ما تزيد تنقص الرؤية. الصحة. العين ما تشوفش مليح. كيفاش؟ في النهار، في الليل. في الليل. علاش؟ هي برشا الليل تنقص الرؤية شوية، ماشي كيما النهار. ظلمة. 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 بارك كل ما تزيد ظلمة كل ما تنقص رؤية. بارك الله. يعطيك الصحة أخويا. تعرفوا. كل ما يزيد تنقص الرؤية. شوف كل ما يزيد وقتاش تنقص رؤية تاعنا في الكبر. في الكبر ما دام انسان يكبر. لا يعني حاجه في النهار ولا في الليل. في النهار شنو نقول لك؟ كل ما يزيد يعاود ينقص. حاجه كل ما تزيد تنقص رؤية تاعنا. وقتاش؟ في النهار ولا في النهار؟ في الليل. ايه في الليل. في الليل تنقص ما توليش تشوفي مليح. في النهار تشوفي مليح خاطر على طيح الظلمه. الظلمه اللي هي الظلمه. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلت معاكم لنهاية عدد اليوم. شاء الله تكونوا استفدتم استمتعتم معنا. شاء الله نكون جزنا خفف درف عليكم. تابعونا في أعداد مقبلة إن شاء الله.